الاهلي بيتعثر اول تعثر ليه في الدوري واول تعثر في 2021 بتعادل سلبي مع وادي دجله باداء باهت جدا، وموسيماني كان واقف على الخط بلا حيله. هنتكلم النهارده في تفصيل الماتش وليه موسيماني كان واقف بلا حيله ومش لاقي اي حل بره، وازاي وادي دجله عرف يحجم الاهلي. بس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك لاول مره تشوفني وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الانقاصين. موسيماني النهارده بسبب الغيابات الكتير اللي جاته في التشكيله الاساسيه اضطر ان هو يلصم الفريق بكذا شكل او بكذا لاعب. بدا في حارس المرمى بمحمد الشناوي قدامه بانون، وايمن اشرف على اليمين وضم بيكهام بدل هاني المصاب بكورونا ربنا يشفيه، وعلى الشمال بيلعب علي معلول، الاثنين في نص الملعب حمدي فتحي ودي يانج بدل سولاي المصاب برده بكورونا ربنا يشفيه، بيلعب برباعي هجومي وليد سليمان حسين الشحات محمد شريف وصلاح محسن. في الاول انا كنتش مش باين لي او مش واضح لي مين اللاعب نمر 10، هو وليد سليمان ولا صلاح محسن ولا حسين الشحات ولا محمد شريف. بس مع الوقت كنت بشوف نوعا ما شويه صلاح محسن ووليد سليمان ومحمد شريف بيحاولوا يبدلوا في اللاعب نمر 10 دي، وبالذات ممكن نشوف ان وليد سليمان هو اللي كان ثابت في الحته دي اكتر الاوقات، لان كنت بشوف كتير جدا صلاح محسن ناحيه الشمال وحسين الشحات ناحيه اليمين ومحمد شريف كمهاجم صريح. بس انا هنا بقى التركية وهنا الحته الصغيره. في الشوط الاول طول الشوط الاول تقريبا الاهلي ما عملش ولا هجمه على جول وادي دجله. ليه بقى؟ لان وادي دجله في الماتشات اللي فاتت كلها، ماتش المقصه وماتش غزل المحله وماتش الاتحاد، الاهلي كان بيحاول يلعب على المساحه اللي ورا قلب الدفاع، كان بيحاول يلعب تمريرات في نص ملعبه عشان يستدرج الفريق اللي قدامه يطلع يضغط عليه او يباص كتير عشان الفريق اللي قدامه يطلع يضغط عليه، والاهلي بيلعب ورا المدافع او ورا المدافعين. لكن النهارده شفناه قدام وادي دجله قافل المساحه اللي ورا مدافعين كويس جدا، وكمان غياب العناصر الاساسيه عن الاهلي ادى ان الاهلي الشوط الاول يبقى واقف جدا، يعني واقف ومتحجم جدا ومش قادر يوصل لجون الخصم، وكمان مش قادر يلاقي حلول لان اللعيبه الاساسيه غايبه. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان الاهلي كان مش عارف يخترق من العمق ومش عارف يلعب الكره من العمق في ظهر المدافعين، فبضطر ان موسيماني انه يعمل ستريتشنج للملعب ويحاول يفتح الملعب ويحاول يلعب على الاطراف سواء حسين الشحات وبيكهام ناحيه اليمين او ناحيه ثانيه صلاح محسن وعلي معلول. فكان هنا الفكره بتاعت الاهلي ان هو الشوط الاول مش عارف يوصل بسبب ان موسيماني في كل ماتشاته سواء قدام المقصه قدام غزل المحله قدام الاتحاد كان بيخترق من العمق، كل جوانه كانت بتيجي من العمق، ما حاولش ان هو يعمل بلان 2 او بلان بي او يحاول يعمل شكل تاني او يحاول يفكر في حاجه تانيه. لو العمق قدام فريق بنلعب مثلا قدام فريق دفاعيا بيقفل العمق كويس جدا، هنعمل ايه؟ هنلعب على الاطراف ولا مش هنعرف نعمل حاجه زي النهارده؟ ودي الحاجه المتوقفاني عند موسيماني اللي هو بيحط استراتيجي او بيحط طريقه اللي هو يفضل شغال بيها. هل الطريقه دي ليها طريقه بديله؟ لحد دلوقتي ما شفتهاش مع الاهلي. لحد دلوقتي ما شفتش الطريقه البديله بتاعت الاهلي اللي عمق يبقى مقفول تلعب على الاطراف او بتلعب على الاطراف وتحاول تدخل من العمق، ده ما شفتوش لحد دلوقتي. وحتى الان في رابع مباراه في الدوري اول ما فريق جه قدامك قافل المساحات ومقفل الدنيا تماما مش مديك مساحه ان انت تلعب في ظهر المدافعين، فانت وقفت بلا حيله وقفت بلا اي حاجه. بس برده مش عايز اضغط على موسيماني قوي، مش عايز اهاجم موسيماني قوي لان في كذا لاعب عنده غايب، السولية غايب، محمد هاني غايب، كهربا غايب، قفشه غايب، مروان محسن غايب، كل دول غايبين على الاهلي، خمسة ولا ستة لعيبة من التشكيلة الأساسية غايبة، فبرضه مش عايز أضغط على موسيماني. بس موسيماني دلوقتي قدام حلين يعملهم، لا إما تلعب الاستراتيجي بتاعتك تحاول تلاقي بلان 2، دي حاجة لازم 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 موسيماني يشتغل عليها. الحاجة التانية اللي أنت تحاول توفر عناصر بديلة للعناصر الأساسية، مش أول ما العناصر الأساسية بتاعتك تغيب تتيل أنت مش لاقي حاجة تعملها أو تتيل أنت بلا حيلة، لازم تركز في الحتة دي. الحاجة برضه اللي موسيماني لازم ياخد باله منها كويس أوي 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 هو محمد شريف. محمد شريف النهارده لما لعب قدام متكتل دفاعيا ومش عارف ومفيش مساحة في خط دفاعه، محمد شريف ما ظهرش طول ال 90 دقيقة. فأنت لازم، أنت جبت والتر بواليا، والتر بواليا لاعب بيعرف يلعب مع فريق مقفل او لاعب بنشوفه مهاجم بيقدر يخترق حتى لو الفريق اللي قدامه مقفل دفاعيا. فانت كده قدامك حاجتين او قدامك عنصرين تقدر تعتمد عليهم. الاعتماد الاول اللي انت تعتمد على والتر بواليا في قدام الفرق اللي مقفله ومتكتله دفاعيا. الحاجه الثانيه اللي انت عاوز تخترق من الفريق اللي بقى في ظهر دفاعه وتخترق على السرعه، هيبقى في فليكسبيليتي او مرونه في الناحيه الهجوميه، فتحاول تعتمد على محمد شريف وتحته بقى زي ما انت عملت في ماتش الاتحاد طاهر وكهربا وقفشه والتري اللي انت تلعب هجمات مرتده او في ظهر المدافعين اللي هو هجوم سريع 1 2 3 تبقى قدام الجول الفاست بلاي زي ما بيقولوا. لكن الاهلي خرج الشوط الاول 0-0، واللي انا كنت عارفه ان انا قاعد بفرج على ماتش وعارف ان الاهلي الشوط الثاني حتى ما عندوش حلول من على الدكه اللي هو ينزل لاعب من على الدكه يغير شكل الفريق. نزلت احمد ياسر ريان
ولا اكنك نزلت حد ولا اكنك عملت اي حاجه. ده اللي بتكلم فيه، اللي انت لازم توفر بدائل للفريق اللي عندك، لازم توفر بدائل. اللي انا ما كنتش فاهمه اللي انت ليه خرجت وليد سليمان؟ كنت ممكن تخرج حسين الشحات اللي احنا هنجيله شويه كده، وتنزل احمد ياسر ريان، وتنزل محمد شريف تحت احمد ياسر ريان، او تلعب مثلا باثنين مهاجمين، تحاول كده 4 4 2، تلاقي محمد شريف الوينج اللي هو بيجي من ورا لقدام اللي شفناه كتير جدا في ام بي السنه اللي فاتت، وتلعب صلاح محسن وياسر ريان الاثنين كمهاجمين صراحه. لكن انت ما عملتش كده، خرجت وليد سليمان ونزلت ياسر ريان، ولا كانك عملت اي حاجه. هي واللي انا عايز اجيله بقى حسين الشحات. حسين الشحات لازم 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 موسيماني يفكر شويه اللي هو قاعد على الدكه. حسين الشحات كذا مباراه من اول نهائي افريقيا مرورا بالمباريات اللي فاتت في الدوري، حسين الشحات سيء، مش بيأدي الشكل المطلوب او مش بيأدي بالمستوى المطلوب. لاعب في حته رعونه، مش عايز اقول لفظ تاني بس هو في حته رعونه، يعني بيتمرقع باللغه العربي كده بالعاميه، بيتمرقع في الملعب، بياخد كوره عايز يعدي من اللاعب واثنين وثلاثه يخش يجيب جول. ميسي في كرة تانية شفناها عايز يخش في بطن اللاعب ويعدي. فلو انت بتعمل حاجات غريبة، ولا اوفرات كويس، ولا اختراقات كويسة، ولا عجبون كويس، ولا اي حاجة. حسين الشحات لازم 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 يقعد على الدكة شوية حلوين الفترة اللي جاية. لو الغيابات رجعت، لو غيابات الاهلي رجعت، تقعد حسين الشحات لازم. والاهلي برضو ممكن يدعم في يناير غير والتر بواليا، ممكن تلاقي الاهلي بيدعم بوينج اللي تلعب برمضان بكهرباء، لان انت طاهر محمد طاهر وكهربا الاثنين بيلعبوا في نفس المكان، فانت لا تلعب بده لا بده، لا تلعب الاثنين زي ما احنا شفنا في ماتش الاتحاد تلعب بكهربا الناحيه الثانيه. لكن الاثنين يبقوا موجودين في الملعب في نفس المركز دي صعبه شويه بنشوفها. لكن زي ما قلت لازم حسين الشحات يقعد على الدكه المباريات اللي جايه. الاهلي النهارده هو مفيش كلام كتير على الاهلي، لان الاهلي ما عملش حاجه، لان الاهلي نعم كنت مستحوذ، وصلت للجون كذا مره وعبد المنصف شال الكوره، بس الكور اللي انت كنت بتوصل بيها للجون مش كور ملعوبه او مش كور مدروسه او مش كور بتعليمات من موسيماني، لا كور ثابته، اختراق من لاعب، اوفر من لاعب، ده كنا بنشوفه. لكن جمل زي ما كنا بنشوف مثلا ضد مقصه، غزل المحله، الاتحاد، كنا بنشوف الجوان من جمل، لمسه اثنين ثلاثه، جمله جمله هنا جمله هنا جمله هنا. الشيء الوحيد اللي احنا كنا بنشوفه النهارده اللي هو جمله نوعا ما هي الكورنر الاستراتيجي بتاعت الطابور دي او القطر، اللي هو اول ما الكوره اتلعبت اللي هو بقى اللعيبه تتفرق. لكن غير كده النهارده ما شفناش اي حاجه تذكر للاهلي. هي تعادل يستحق، وممكن كمان يخسر لو قدام فريق هجوميا فعال اكتر، كان ممكن الاهلي يخسر النهارده عادي جدا، لان الاهلي النهارده ما قدمش حاجه. موسيماني هنا ما خلقش بدايل للعيبه الاساسيه، وما عرفش يلعب قدام فريق قدر يقفل على الخطه بتاعته والاستراتيجيه بتاعته، اللي هو يلعب في ضهر المدافعين. عرف جدا 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 وادي دجله ومدرب وادي دجله ان هو يقفل المساحه دي، يقفل المساحه، يعني مش بيلعب دفاع متقدم، لا بيلعب مدافع متاخر جدا جدا جدا، مش مديك اي مساحه اللي انت تلعب في ضهره. فدي اول حاجه اللي انت ما عرفتش اللي انت تخترق الفريق اللي قدامك من عمق، ولا عرفت تخترق من الاطراف اللي انت مش مدرب الاطراف اللي هي تخترق، او مش عامل جمله الاطراف تخترق بيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت مش خالق بدايل للفريق اللي عندك او بدايل للعيبه الاساسيه. دي حاجه. الحاجه الثالثه اللي انت ما عندكش دكه، الغياب اللي اثر، وده دي برده ليها علاقه بالحاجه الثانيه. لازم موسيماني المباريات اللي جايه يلاقي حل، لان المباريات اللي جايه انت هتخش كمان على مباريات افريقيا في دور المجموعات، هتلاقي فرق متكتله دفاعيا، هتلاقي مش كل فرقه تخش قدامك فاتحه الملعب، لا انت ممكن تلعب ممكن تلعب ماتشات صعبه جدا في المغرب وفي تونس لو الجمهور رجع، او من غير الجمهور لو لعبت فرق تقيله مغربيه او فرق تقيله تونسيه، وده مع كل احترام الفرق تونس ومع كل احترام الفرق المغرب مش موجودين في الوقت الحالي، سواء الوداد او الرجاء من المغرب او ترجي او النجم او اي حد من تونس، الفرق دي مش هتقدر تقف قدام الاهلي قدام الزمالك حاليا في افريقيا. لكن ممكن تلعب فرق بره، الفرق بتاعت شمال افريقيا دفاعيا تقيله تقرفك دفاعيا، ما تقدرش تخترق من الحته دي. فانت لازم موسيماني بلان 2، ولازم موسيماني نوعا ما شويه يسيطر على الدكه بتاعته. مش شفنا كتير جدا موسيماني في مباراه النهارده الناس كلها واقفه حواليه، فانت الناس كلها واقفه حواليك دي ليه؟ موقف ماشي مترجم اوكي، لكن ليه من جاي مدرب الاحمال واقف جنبك وصالح حفيظ واقف جنبك ومدرب سامي ومصان والناس فيها رجاله في على الدكه؟ لازم موسيماني يسيطر نوعا ما على الدكه بتاعته، لازم يلاقي حل للاستراتيجيه بتاعته او يعمل بلان 2، لازم يلاقي حل او يلاقي بدلاء للفريق الاساسي بتاعه. ده لازم. بس في الاول والاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي ووادي دجله. تعادل مستحق من وجهه نظري للاهلي النهارده، وممكن المباراه اللي جايه نشوف تعثرات اخرى من الاهلي بموسيماني، لان الاستراتيجيه بتاعت موسيماني بتبتدي تتهرش واحده واحده، ولازم يلاقي حل للاستراتيجيه بتاعته اللي هو لازم يلاقي حل، وهنتكلم اكيد في المباراه الجايه الحل جه ولا لا،
ولو ما لقيناش المباراه الجايه الحل ممكن اقول لكم ايه الحل اللي ممكن موسيماني يعمل اللي هو يفيد الفريق. بس في الاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي ووادي دجله. قول لي رايك انت في الكومنتس وقول لي توقعاتك كمان، هل الاهلي قادر على تحقيق الدوري مع موسيماني ولا ممكن نلاقي السنه دي بطل جديد للدوري على حساب الاهلي؟ لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في قناه الجرس عشان يجي لك الحلقات اول باول، وان شاء الله باذن الله نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. خلاص البدايه من 1 يناير ان شاء الله، 31 يناير لما بنحتفل بال 5000 مشترك، فيا رب يلا نحقق الهدف دون. وطبعا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقي في السكريبشن تحت، ومش على فيسبوك وتويتر وكمان في الحلقه الجايه. سلام.